ثم والسنة فإذا فرغنا من مسائل قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك يذكر مسألة يعني دعاء الافتتاح وسنة وقيل يجب حينما قيل أنه واجب يكره تركه هكذا القاعدة هكذا يكره ترك هذا دعاء الافتتاح نعم بعد تحرم بفرض أو نفل ما أدى صلاة جنازة في صلاة الجنازة في غير صلاة الجنازة هذا دعاء الافتتاح لا يشرع في صلاة الجنازة لماذا؟ فهذا يطلب الإسراع بتشييع الجنازة لأجل ذلك صلاة الجنازة من أنواع الصلوات المخففة التخفيف مطلوب لذلك دعاء الافتتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة نعم لذلك لم يشرع فيه سورة أيضا بل مجرد الفاتحة لأجل الإسراع بتشييع الجنازة هذا هو المطلوب بعد تحرم يعني بعد تكبيرة الإحرام هذا تكبيرة الإحرام إما بفرض أو بنفل أيا كان ما أدى صلاة جنازة أي افتتاح أي دعاؤه أي دعاء الافتتاح كيف هذا سرا سرية يعني مندوبة يندب الإسرار به متى إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن الموموم إدراك ركوع الإمام هذا مشروع بشرطين هذا الرجل سواء كان إماما أو يعني منفردا لو أمن فوت الوقت يعني لو قرأ دعاء الافتتاح لا يخرج جزء من الصلاة عن وقته ثم فهذا يعني بخلاف ما ذكرنا سابقا ذكرنا سابقا أن رجلا بدأ الصلاة في وقته ويسع يعني من الوقت يبقى من الوقت ما يسع الصلاة ثم بعد ذلك طول الصلاة بالقراءة كذا كذا بالأذكار حتى خرج يعني خرجت الصلاة عن وقتها ولو لم يجد من الصلاة ركعة بالوقت هذا جائز لا يجب عليه الاقتصار ولا الأركان من هذه المسألة بخلاف الوضوء نعم فإذا لو ضاق الوقت يجب على المتولي هذا أن يقتصر على الأركان لا يأتي بالآداب والسنن فإذا هذا دعاء الافتتاح كأنه مستثنا من هذه المندوبات لأجل ذلك قال يعني إن آمنا فوت الوقت ثم وغلب على ظن الموموم ثم مسألة يعني بالنسبة إلى ظن الموموم إلى الموموم لو غلب على ظنه أنه يدرك ركوع الإمام لو لم يظن أنه يدرك ركوع الإمام بل لا يدرك ركوع الإمام فلا يطلب له دعاء الافتتاح ثم ما لم يشرع ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا أو يجلس يعني ما لم يجلس مأموم وإن خاف فوت سورة نعم هناك شروط أيضا لم يشرع في تعوذ فإذا رجل أحرم بالصلاة ثم بدأ في التعوذ إما يكون هذا يعني عمدا يعني هو قصدا ترك الافتتاح ثم بدأ التعوذ أو ما قصد ترك التعوذ ترك الافتتاح بل تعوذ نسيانا ونسي الصلاة بدأ قراءة الفاتحة يعني استغل بالتعوذ لا يرجع إلى الافتتاح لكن لو سبق لسانه هو أراد أن يأتي بدعاء الافتتاح لكن سبق لسانه إلى التعوذ إلى الفاتحة وهناك يعني يأتي
يرجع إلى دعاء الافتتاحي. هكذا هناك تفصيل. ثم في تعوذ أو قراءة ولو سهوا، ثم يعني هو شرع في التعوذ أو القراءة، قراءة يعني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ولو كان سهوا. ثم ابن قاسم كتب هناك بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر. ثم أو يجلس، يعني ما لم يجلس موموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه. مثلا هذا موموم وجد الإمام في التشهد، في التشهد الأخير، فإذا جلس مع أحرم ثم جلس معه، ثم بعد ذلك يعني بعد سلام الإمام هو قام، هل يأتي بدعاء الافتتاح؟ لا يأتي بدعاء الافتتاح، هذا سقط طلبه. لكن هناك يأتي بالتعوذ، هكذا فرق بين التعوذ ودعاء الافتتاح، يعني بعد قيامه، بعد فراغ الإمام من صلاته، بعد تسليم الإمام من صلاته، هذا المأموم يقوم ويأتي بقراءة الفاتحة، عندئذ يسن له التعوذ. نعم. ثم ما لم يجلس موموما مع إمامه وإن أمن مع تأمينه، فإذا ممكن فور إحرام رجل أمن الإمام لقراءته أو فرغ الإمام من قراءته الفاتحة أمن، وهذا الرجل أيضا الذي أحرم هو أمن مع إمامه، ثم بعد التأمين هل يأتي بدعاء الافتتاح أو بهذا التأمين يفوت دعاء الافتتاح؟ لا يفوت دعاء الافتتاح، يعني التأمين ليس مثل الجلوس، هذا فرق بينهما. وإن خاف الموموم، أي الموموم فوت صورة، ممكن فيما سبق ذكرنا غلب على ظن الموموم إدراك ركوع الإمام، هذا شرط، فإذا هذا الموموم يخاف فوت صورة لو قرأ دعاء الافتتاح، لو قرأ دعاء الافتتاح لا يجي، لا يستطيع أن يقرأ الصورة مع الإمام. لماذا؟ ممكن هو مسرع، الإمام يسرع، أو هذا الرجل جاء متأخرا، فإذن لو خاف فوت الصورة أيضا يسن له دعاء الافتتاح حيث سن له، حيث تسن له، لكن هذه الصورة متى؟ حيث تسن له الصورة، لو كانت الصلاة جهرية لا تسن له الصورة، يعني الصورة مسنونة حيث تسن له، يعني في الصلاة السرية كما ذكر شيخنا في شرح اللبابي، وقال لأن إدراك الافتتاح محقق وفوات الصورة موهوم، لذلك ترجيحا للمحقق يطلب له، يشرع له أو يسن له دعاء الافتتاح. ممكن هكذا هو خاف فقط، هذا موهوم فقط ليس محقق، فهكذا خاف، لكن ممكن أن يجده بسبب أن الإمام قرأ بطيئا في هذه المرة هكذا، وقد لا يقع. نعم، هذا الموهوم ممكن ألا يقع، وورد فيه أدعية كثيرة، يعني مصنف قال وسن بعد التحرم افتتاح، يعني دعاء الافتتاح ما لم يبين ما هو دعاء الافتتاح، هذا دعاء الافتتاح ورد فيه أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحاديث ورد كثيرة، وأفضلها ما رواه مسلم رحمه الله وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، هذا هو أفضل السياق. نعم، هناك يعني ورد الله أكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا، كذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل هذا ورد،
وكذلك وردني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هكذا صيغ كثيرة وردت، الأفضل هذا هو وجهت وجهي. فإذا ما معنى التوجيه؟ يعني المناجاة والإقبال بقلبه. وجهي يعني هذا ليس وجه البدن، بل هذا وجه القلب، يعني أنا قصدتك، هذا القصد هو المراد. أما توجيه وجه البدن يكون بمقابلة الجهة بالجهة، والله تعالى منزه عن الجهة والمكان. لذلك لا يصح هذا المعنى، بل معناه أنا بقلبي أناجيك وأخاطبك، هذا معنى وجهت وجهي. أي ذاتي، وجه بمعنى الذات، الوجه الذات يعني ذات القلب ليس ذات الجسد، وجه القلب. نعم. لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض، يعني أنا أناجي وأقابل بقلبي. لمن نقابل؟ للذي فطر السماوات والأرض، يعني لخالق السماوات والأرض. كيف أنا وجهت حنيفا؟ الحنيفية يعني الميلان عن كل الأديان إلى الدين الحنيف، هذا معنى، أو إلى الدين الحق، هذا يعني ترك جميع الأديان والرجوع إلى الدين الحق، هذا معنى الحنيفية. حنيفية له معنى، يعني حنيفية هذا معنى. وكذلك الحنيفية يطلق على شريعة إبراهيم عليه السلام. النصرانية شريعة دين يعني بعث بها عيسى عليه السلام. اليهودية هو دين بعث بها موسى عليه السلام. الحنيفية يعني دين أو شريعة بعث بها إبراهيم عليه السلام. الإسلام هو دين بعث به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هنا الحنيفية ليس ذاك، بل هنا معناه ميلان عن كل دين إلى الدين الحق، يعني هو ترك جميع الأديان مسلما. فإذا هذا تأكيد، لو كان معنا حنيفا أنه مال وترك جميع الأديان ورجع إلى الدين الحق، فمعناه هذا هو الإسلام مسلما. أو مسلما معناه منقادا للأوامر والنواهي. لو كان بالمعنى الأول، يعني هو يقبل الدين الحق، يعني الإسلام، قابلا للإسلام، فهذا يكون تأكيدا للأول. وهنا معنى آخر لغوي، مسلما معناه منقادا، هو ينقاد يتوالع للأوامر والنواهي، هذا معنى جديد، هذا أحسن لأنه تأسيس. ثم وما أنا من المشركين، ثم يقول وما أنا من المشركين، هذا على كل حال تأكيد. لماذا أولا قال حنيفا ثم قال مسلما ثم ما أنا من المشركين؟ هذا تأكيد لكونه مسلما، لكونه حنيفا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاة نسك يعني سائر العبادات، ليس الحج والعمرة فقط. المناسك تطلق على أعمال الحج والعمرة، فهنا ليس ذاك، بل هنا مطلق العبادة. فإذا هذا عطف العام على الخاص، يكون المعنى إن صلاتي وسائر عباداتي، كذلك حياتي ومماتي. حياة ممات يعني الحياة والموت بالمعنى المصدري، أو يعني إحيائي وإماتتي، هكذا قدر البجيرمي، علامة بجيرمي هكذا قدر، يعني هذا في الحقيقة هذا آية من آية القرآن. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا في القرآن أنا أول المسلمين. هناك يعني المفسرون اختلفوا في معنى محياي ومماتي، هل معناه الحياة والموت أو يعني الإحياء والإماتة لله رب العالمين لا شريك له.
ثم فإذا لله رب العالمين هذا إثبات الألوهية لا شريك له هذا نفي الألوهية عن غير الله تعالى عندما يجتمع هذان يتم التوحيد كما في شهادة التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله نعم فيه إثبات ونفي وبذلك أمرت فإذا وبذلك يعني وبهذا التوجيه كيف هذا التوجيه حنيفا مسلما كذلك مع عدم كونه من المشركين ثم بكون صلاته ونسكه وحياته ومماته كله لله رب العالمين وبذلك هذا الإشارة يرجع إلى المذكور جميعا أو يرجع إلى الأخير يعني إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقط الأحسن يعني الرجوع بالجميع فإذا هذا التوجيه الحنيفية والإسلام كل هذا مأمور به لي أنا مأمور به أمرت وأنا من المسلمين هذا تأكيد آخر ثم وأنا من المسلمين فإذا لو قرأ أحد يعني نفس الآية وقال أنا أول المسلمين هكذا بحث في التحفة أنا أول المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الأحيان هذه الآية ويقول أنا أول المسلمين يعني في دعاء الافتتاح فإذا هل يجوز لنا أن نقرأ؟ نعم يجوز لنا لكن بنية الآية عندما نقرأ القرآن نقرأ يعني أنا أول المسلمين ليس معناه هذا القارئ أول المخلوقين أو أول المسلمين بل هذا حكاية لقول الله تعالى يعني بقصد القراءة يقرأ كذلك هنا أيضا يجوز لكن هذا هو الأفضل فإذا لو ذكر هذا المعنى فلا يجوز يعني أنا أول المسلمين حقيقة ليس هو هذا القارئ أول المسلمين حقيقة وهذا يكون كذبا ثم هناك بين المفسرون نقطة مهمة وفي هذه الآية استدل بهذه الآية على أن أول المخلوقات نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفقهاء أيضا يعني بحثوا هذه المسألة في مكان يعني دعاء الافتتاح يعني عندما ذكروا هذه الصيغة بينوا ما معنى أنا أول المسلمين من هذه الآية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين على الإطلاق ليس أول المسلمين من هذه الأمة بل مطلقا كيف كان أول المسلمين يعني نوره صلى الله عليه وسلم هو المخلوق أولا كما ورد في الحديث أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا يعني أنا أول الأنبياء خلقا الله تعالى خلقني أولا وأنا آخرهم بعثا بعثني آخرا فإذا هذا خلقه أولا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد لعبد الله وآمنة رضي الله عنهما لهذين الزوجين فإذا أي خلق أريد يعني أريد خلق نوره صلى الله عليه وسلم ثم هذا النور أسلم يعني لم يسبق له الشرك والكفر أو ما يخالف الإسلام خلق على الفطرة ثم بقي على هذه الفطرة كباقي مسلما هذا معنى أنا أول المسلمين نعم ثم ويسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به يسن لمأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به الإسراع بدعاء الافتتاح وهو يسرع بدعاء الافتتاح لا يبطئ ولا يؤخر ثم بعد ذلك يستمع لقراءة إمامه فإذا هناك تعارض الاستماع إلى القراءة إلى قراءة إمامه وكذلك قراءة دعاء الافتتاح فإذا هل يترك دعاء الافتتاح لأجل استماع قراءة الإمام لا يترك دعاء الافتتاح هذا الذي يعني يقول المصنف لا يترك دعاء الافتتاح لأجل استماعه لقراءة إمامه بل ماذا يفعل وهو يعني يسرع به ثم يفرغ بسرعة ويستمع
ويزيد ندبا المنفرد وإمام محسورين غير أرقاء ولا نساء متزوجات رلو بالتطويل رلو بالتطويل لفلا ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره ولم يكن المسجد متروقا ما ورد في دعاء الافتتاح فإذا هذا دعاء الافتتاح هو الأفضل هناك يعني سياق كثيرة دعية كثيرة هذا هو الأفضل ثم هناك قاعدة لو ذكر في ذكر من الأذكار سياق كثيرة في الأحاديث فجمع هذه السياق كلها مطلوب وهو يجمع هذه السياق كلها فإذن وهو يأتي بهذا الأفضل ثم بعده يأتي بكل ما ورد في دعاء الافتتاح من الأحاديث لكن بشروط هذا الذي قال إذن ما هذا الذي ورد ومنه أنا أبين الشروط قبله أن أقرأ هذا ومنه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا ورد في حديث كذلك في حديث آخر اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كذلك آخر اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد هكذا ورد سياق كثيرة دعية كثيرة والاتيان بهذه كلها من المطلوبات للصلاة فإذا من يأتي بهذا هذا الذي يقول المنفرد المنفرد له يندب ثم إمام 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 من إمام أي إمام له مومون محسورون فقط محسورون يعني معينون فإذا عند ابتداء الجماعة ممكن نعم عشرة أو عشرون فقط معين ثم غير أرقاء ثم هؤلاء المومون المحسورون ليسوا أرقاء ليس في من بينهم عبد ولا أمة لو كان عبد أو أمة كذلك ليس بينهم أجراء أجير أجير العين لو كان بينهم أجير لا يجوز نعم لا يندب رقاء ولا نساء متزوجات أيضا إذن هنا ذكر مسألة الرقاء والنساء كذلك الأجراء أيضا ليس بينهم أحد من الأجراء ولا رقاء ولا نساء متزوجات فإذن لو كان أحد من هؤلاء يجب إذن المولى والمستأجري والزوجي هكذا لماذا لهذه الزيادة ثم رلوا بالتطويل لفظا وهؤلاء ينبغي موموم محسورين ثم هم رلوا بالتطويل بالتطويل لما كيف رلوا لفظا لا يكفي لن نرلا بالتطويل لا يكفي هنا هذا عند الإمام ابن حجر رحمه الله عند الإمام محمد الرملي لفلا أو سكوتا إذا علم رلاهم وهو يلن رلاهم ثم يسكتون هكذا فلا بس عند التطويل ثم بعده شرط آخر ولم يطرأ غيرهم يعني عند ابتداء الجماعة كان محسورين ليس فيهم هؤلاء أرقاء نساء يعني أو جراء ليس أحد ثم هو استأذنه فإذا أذنوا بالتطويل نطقا ثم بعد ذلك طرأ عليهم رجل آخر فلا يجوز فلا يندب له التطويل نعم فهذا قيد آخر لم يطرأ غيرهم يعني غير الرالين بالتطويل لفلا بعد الرلا لم يأتي لو جاء آخر يجب استئذانه ورلاه بنطقا أيضا ثم وإن قل حضوره هذا غير حضوره قليل ومع ذلك لم يطرى ينبغي أن لا يطرى غيره ثم ولم يكن المسجد متروقا ثم في المسجد أيضا شرط هكذا يعني استوفى هذه الشروط كلها
لكن المسجد متروك فلا يندب له التطويل بل يكره أو يحرم على اختلاف به. لما معنى كون المسجد متروكا؟ المسجد المتروك يعني لا يفتح للجماعة ولا يغلق بل يكون مفتوحا دائما، هذا معنى المسجد المتروك. فإذا في عصرنا عامة المساجد كلها مساجد متروكة، مسجد غير متروك يعني لا يترقه الناس في جميع الأوقات بل يغلق، يعني يفتح للأذان للصلاة ثم بعد جماعة واحدة يغلق، لا تجري هناك إلا جماعة واحدة، وهذا هو مسجد غير متروك. فإذا ينبغي أن يكون المسجد هكذا، وإلا ماذا يكون؟ وهو يعني بعد الشروع الإمام في الصلاة وهو يطول، هذا الناس يأتون ويشتركون يلتحقون بهذه الجماعة، وهؤلاء صاروا غير محصورين وكذلك ليسوا راضين، ويمكن أن يكون بينهم أجير أو رقيق أو نساء وهكذا مشاكل. ثم رضوا ولم يكن المسجد متروكا، واستيفاء هذه الشروط يزيد الإمام، وماذا يزيد؟ ما ورد في دعاء الافتتاح. وهذه الشروط كلها معتبرة لتطويل الإمام، يعني لإتيان الإمام بما هو ليس من أدنى الكمال بل هو من أكمل الكمال، يعني الصلاة هكذا منقسمة إلى ثلاثة أقسام، إما يعني صلاة كيف تؤدى بأقل الواجبات هكذا، أو يعني بأدنى الكمال، أو بصورة تامة يعني كاملة. فإذا للإتيان بأدنى الكمال ليس هذا شرط، يعني ليس من جملة أدنى الكمال دعاء الافتتاح الأصلي، ليس لذلك شيء من الشروط. للزيادة على أدنى الكمال يعني الجمع بين الأدعية الواردة في دعاء الافتتاح هو الزيادة على أدنى الكمال له هذه الشروط، عندئذ يندب. فإذا بدون استيفاء هذه الشروط لو زاد إمام ماذا حكمه؟ عند بعض الأئمة يكره وعند بعض الأئمة يكرهون، يحرم ويحرم. وكذلك وهذه الشروط معتبرة عند قراءة السورة لو أطال كما سيأتي، وهذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم التغليل الشديد على من الإنكار الشديد على من يطول الصلاة من الأئمة، وسأل لرجل كان يطول لإمام كان يطول شيئا، سأله أفتان أنت أو فاتن أنت، هكذا اختلاف الرواية في الحديث. سأل لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى له عن إمام دعاه وسأله أفتان أنت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة إذا صلى أحدكم بالناس وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، عندما يصلي لنفسه فليطول ما شاء، عندما يصلي بالناس لا يطول بل يخفف، فإن فيهم الضعيف وكذلك ذا الحاجة، الضعيف والمريض وذا الحاجة هكذا. فإذا هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الضعفاء والمرضى وذوات الحوائج، نعم ذوي الحوائج أصحاب الحوائج، شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير. ثم مع استيفاء هذه الشروط يزيد هذه الأدعية. نعم.